نجي هسه نرسم الخلية الحيوانية. الخلية الحيوانية بيضوية. شلون يعني بيضوية؟ يعني تركيب بيضوي. الخلية الحيوانية شبابنا، الخلية الحيوانية نلاحظها بعد، هي بعد خلاص ما بيها طبقة ثانية، يعني ما بيها طبقة ثانية. زين، أي بعد أنتم ترتبوها بشكل بيضوي أفضل. تجي بالنص هنا، لأن تدرون فجوة ما بيها، تجي بالنص هنا تسوي الشكل البيضوي اللي أخذناه بالبداية. وين بالخلية النباتية؟ هاي تمثل لي نواة، واجي هنا اخلي نوية. اذا هاي شو تمثل لي شبابنا؟ هاي تمثل لي النواة، وهاي راح تمثل لي شنو؟ تمثل لي النوية. زين، اجي هسه ارسم، تتذكروه سميناها همات سبرنجة، نفس الشيء نفس المصطلح، ومنها ايضا. هسه شبابنا شنو الاختلاف؟ هالمرة النقاط بنفس الاتجاه، يعني شلون؟ يعني هنا عندي نقاط حبيبات، وهنا عندي حبيبات، يعني بنفس الاتجاه. اذا نريد يقول لي بالكتاب هاي تمثل لي الشبكة الخشنة، وهاي تمثل لي الشبكة وردة الملساء. عافية عاشت ايدك. هاي تمثل لي الشبكة الخشنة، والثانية اللي بدون نقاط شبكة ملساء. اجي هسه هنا متعلمين فوق دائما لا تنسى، اللي هو الشكل اللي سويناه بالخلية النباتية بهذا الشكل، سويناه بهذا الشكل. هذا منو هذا؟ هذا يمثل لي جهاز كولجي، يمثل لي جهاز كولجي، جهاز كولجي، جهاز كولجي. اللحظة بالخلية الحيوانية الحويصلة مالته شوية أكبر، هاي تمثل لي حويصلة كولجي، حويصلة شنو؟ كولجي. وهنا أكو مثل الحويصلة اثنين، واحدة بصف الثانية أصدقاء، هاي تمثل لي جسيم الحال، جسيم الحال. خب هسه هنا شنو بعد عندنا استاذ؟ هنا بلاستيدا ما عندنا، عافية، عندنا ميتوكوندريا. ها تتذكرها اي استاذ؟ انت هيجي قلت لنا نرسمها هيجي اشكال بيضوية. عافية عاشت ايدك، اشكال بيضوية، ونخلي بداخلها هذا الشكل. عافية عاشت ايدك. هاي تمثل لي الميتوكوندريا، الميتوكوندريا. خب شنو بقى؟ عندنا نقاط، تتذكرهن جماعة الرايبوسوم؟ هذا الرايبوسوم، الرايبوسوم هذا يمثل لي سيتوبلازم، الأرضية يمثلها يا هو سيتوبلازم، متفقين عليها. بقت عندنا إذا ملاحظين أكو جسيم مركزي، تركيب أسطواني اللي هو أسطوانتين. هذا شوية صعب عندك، أدري بيك، تباوع شو تسوي؟ تسع دوائر صغار، تباوع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تشوف شلون رسمتها؟ وهنا واحد بصفة نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. سويت هيك دوائر. هسه شو تسوي؟ من الوجه الطالع، يعني من هذا الاتجاه، جر خطوط. منا هذا شو يمثل لي؟ هذا يمثل لي الجسيمات المركزية، الجسيمات المركزية، يمثل لي الجسيمات المركزية.
عندنا مجموعة منين؟ مجموعة من التراكيب الخيطية بهذا الشكل الصير، وهو شايفيها أنتم يجوز بالرسم تراكيب خيطية. هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي النبيبات، النبيبات الدقيقة. وهنا عندنا هاي الطبقة الوحيدة اللي هو الغشاء، يا هو الغشاء البلازمي، لأن هاي تعرفوا خلية حيوانية ما بيها شنو، ما بيها جدار، ما بيها شنو جدار. إذن شبابنا هذا هنا أيضا حبيبات رايبوسومات، بس الشيء الموجودة عندنا. إذن شباب شفتوا شلون رسمتها؟ واضحة جدا. هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي الخلية الحيوانية، بسيطة جدا، وشفتوها ودرجة كاملة تاخذ عليها.